بما اننا في اخر السنة، النهاردة 18 ديسمبر 2019، كل سنة وانتم طيبين. خلونا بقى نتكلم عن عرض هو يعد في نظري انا من افضل العروض اللي انا ممكن اتكلم عنها، بالاضافة الى بما اننا بقى خلاص السنة بتنتهي، خلوني اديكم بقى هديتين احسن من بعض. الهدية الاولى انا هديكم هذا الكورس مجانا تماما، كورس ثمنه 10 دولار، بيتكلم عن نشر الكتب على منصة امازون، بيتكلم تحديدا عن الكي وورد ريسيرش، والمحتويات بتاعت الكورس هي دي. ويمكن مثلا الفيديو ده او الدرس ده استراتيجية ناجحة بسيطة وكلمات المفتاحية انا لسه ضايفه امبارح على الكورس الكبير وعلى كورس كندل لنشر الكتب ذات المحتوى القليل، وبرضو أضفته هنا في هذا الكورس الصغير اللي بيتكلم عن الكلمات المفتاحية. يعني هتلاقوا فاليو في هذا الكورس اللي بتكلم فيه عن هذه النقاط. أيضا كورس ميرش باي أمازون البيست سيلر، الكورس الحاصل على بادج أحسن مبيعات على منصة يوديمي، والكورس ثمنه زي ما انتم شايفين هنا تقريبا 11 دولار، أيضا هتاخدوه فور فري مجانا ببلاش. كل ده بالإضافة إلى 16 كورس اللي موجودين هنا اللي أنا شاري تقريبا منهم نصهم، شاريهم كل واحد كنت بشتري ب20 ب19 ب27، يعني حاجة بجد يعني غريبة جدا إن هم يحطوا كل الكورسات في آخر السنة مع بعض بتمن كورس واحد. يعني لو أنت لسه ما اشتريتش أي كورسات من القائمة الطويلة اللي أنت هتشوفها دلوقتي، أنا أنصحك فعلا إن أنت تاخد بقى كل هذه الاشياء، بالاضافه لميرش، بالاضافه لكندل اللي انا قلت عليه، بالاضافه لدول، كل ده تقريبا هيكون مش عارف 19 دولار، يمكن كل ده تقريبا ب 20 دولار حاجه كده. ده مثلا من الاشياء اللي عندي واللي انا بدرسها حاليا وما زلت مركز فيها جدا. الكورس ده بيتكلم عن الناس اللي عايزه تعمل افيليت ماركتنج ويعملوا دعايه او اعلانات عن طريق جيميل، مش عن طريق اليوتيوب او الفيسبوك او اي حاجه من هذه الاشياء المعروفه، لا عن طريق الجيميل. فده انا شخصيا بدرسه حاليا. الكورس الاولاني ده كاش ماجنس، ده انا ما اشتريتوش، وكويس ان انا ما اشتريتوش عشان خلاص انا اشتريته دلوقتي مع المجموعه كامله، كان تمن الواحد و13 دولار، انا اشتريته مع المجموعه. ايضا ده بوميرانج بادي، كنت من اسبوع تقريبا بقول لنفسي اشتريه ولا لا، تمن و23 دولار، الحمد لله انا ما اشتريتوش لان انا خدته مع المجموعه كامله مجانا. أورورا ده عندي بس أنا لسه ما درستوش، لكن سمعت كتير عنه إن هو كويس، ده كان تمنه تقريبا 17. جودويل برضو ده 13 دولار. من الحاجات المهمة جدا طبعا كارتيل والإكليبس والحاجات دي كلها، ده لو تفتكروا أنا كنت حصلت على حق إن أنا أديهولكم وأعطيتهولكم مجانا، وده من الفيديوهات اللي انتم حبيتوها، وانا قلت لكم على الكورس ده، وفي سوفت وير بيعلمكم ازاي تحصلوا على الفيديوهات من على اليوتيوب، لكن بتكون الكرييتيف كومنز وبتاخدوها وتجمعوها مع بعض، كل ده بيحصل من خلال السوفت وير بشكل تلقائي، ايضا هنا مجاني بس انا اعطولكم برضو مجاني قبل كده، فده ما يعتبرش حاجة يعني ضخمة وجبارة لان بالفعل هو عندنا. بالإضافة إلى إنجما، إلى أتوميك دي أف واي، بالإضافة إلى إكوينوكس، ده من أهم الكورسات برضو اللي بتعمل هاي جاكينج، ليجالي هاي جاك أذر بيبلز يوتيوب فيديوز. أيضا من الكورسات اللي أنا اتكلمت عنها باستفاضة كان الكورس اللي هو انفيزيبل بتاع صديقي زيشن أحمد الباكستاني. الكورس هنا موجود بالإضافة إلى الكورسات التانية كلها مع بعضها. فالشباب اللي حابين بقى يشتروا انفيزيبل ولسه ما اشتروش وبيفكروا في شرائه، اشتري بقى من هنا ما تشتريهوش من هناك، خده وحط عليه بقى كل الكورسات الاخرى، ال 15 كورس بلس الكورسات بتاعتي، كل ده هيكون بتمن حاجه واحده بس. سوبر فانلز ده من الحاجات اللي هي بتبقى دان فور يو، في ناس حبيته في ناس ما حبيتوش. انا شخصيا علشان عندي الحاجات بتاعتي اللي بتغني عن السوبر فانلز، فانا ما استخدمتش السوبر فانلز بالرغم اني والله اشتريته، كنت شاريه فعلا ب 22 دولار و97 سنت، يعني تقريبا دفعت فيه 23 دولار. قبل ما انهي الفيديو حابب اعلق على البروفيت ماكسمايزرز اللي انتم شايفينه قدامكم اللي تمنه 17 دولار. البروفيت ماكسمايزرز ده لوحده كنز، لان ده عباره عن، بصوا هنا شوفوا كده، جميع هذه الكورسات فينا لسه جزء تاني كمان تقريبا 80، كل دول
متضمنين جوه الكورس ده، كل دول جوه هذا الجزء. حقيقة يعني انا شخصيا بستفيد منه كتير، في حاجات كتيرة منه انا بديها لكم لحد دلوقتي في ده لو تفتكروه، الايزي باسيف باي دايز. ايضا هنا مثلا في ذا سيكريت ويبن، ده انا حاليا انا بشرحه لكم بالتفصيل علشان لما تحصلوا عليه تكونوا فاهمين قصته. انا هدي لكم كده كده هذه الاشياء مجانية، يعني ده هيكون برضو عندي مجانا ليكم لو انتم مش حابين تشتروا يعني، لكن لو اشتريت هيبقى عندك التمانين دول بلس كل هذه الاشياء اللي اتكلمنا عنها. هل العالم دي مجانين؟ انا مش عارف، ان هم احنا عندنا في مصر بنقول ان هم بيحرقوا المنتجات بتاعتهم علشان ياخدوا اي فلوس وخلاص، هم كل هذه المنتجات يبيعوها بالسعر الزهيد ده، فحاجة غريبة فعلا. تقريبا 19 دولار تمن كل هذه البرامج والكورسات مع بعضها كده مجتمعة بلس الحاجات اللي انا هديلكو، كل ده هم بياخدوا فيه 19 دولار فقط لا غير. انا شخصيا تشجيع مني ليكم عشان تشتروا هذه الاشياء، لان بجد والله ولمن يثق فيا بجد هذه الاشياء قيمتها عالية جدا. الكورس ده لوحده ب10 ومش بقى امازون لوحده ب11، كل هذه الاشياء انت هتحصل عليها بتمن زهيد جدا. انتهزوا الفرصة، في اشياء في الدنيا بتبقى فرص، فدي من الفرص اللي انا اشجعكم ان انتم فعلا تنتهزوها. لكن تنويه اخير، هذه الكورسات والبرامج كلها باللغة الانجليزية عشان بس تبقوا عارفين من الان. طبعا ده بالعربي الحمد لله عندنا حاجة بالعربي اهو، وايضا هذا الكورس اللي فيه تقريبا كام 58 محاضرة بواقع 8 ساعات، كل ده ايضا باللغة العربية، فكل ده هتاخدوه. انتهزوا الفرص، الحمد لله الشباب كاتبين تعليقات كويسة جدا، انا بشكركم جميعا يا شباب وربنا يكرمكم جميعا ويوفقكم. ساعدوا بعض، ساندوا بعض، ودايما ما تنسوش ان الناس بالناس واللي بيعين الناس ربنا بيعينه. شكرا لكم، ولا تنسوا ان الناس بالناس، ومن يعني يعني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.